بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي المهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إلى علماء هذه الأمة، وأخص علماء سوريا، هل هانت ورخصت عليكم دماء الشعب السوري؟ لن أخاطب البوطي والحسون لأننا لا نريد أن نضيع الوقت، لأن الوقت غالي وليس برخيص، ولأنهم علماء السلطة تربوا في كنف السلطة الفاسدة على زمن حافظ متابعين إلى بشار، ولا يهمهم ما يحدث من حقيقة في الشارع السوري. غيبوا الحقيقة وباعوا دينهم بدنياهم بدريهمات بخسة. إنما أخاطب العلماء الشرفاء الذين لا تأخذهم بالله لومة لائم، أخاطب فيهم حس الخوف من الله يوم القيامة، أخاطب فيهم الجانب الديني والأخلاقي، أخاطب فيهم ما تعلموه من مدرسة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا هذا السكوت المفاجئ؟ وإلى متى؟ إذا صمت العالم كله عما يجري في سوريا، فعلى العلماء أن لا يضم صمتهم إلى الصمت العالمي. كم من وقت تريدون؟ أو كم من شهيد يروي بدمائه الزكية أرض سوريا حتى تستعد لقول كلمة حق؟ تكلمتم عن الفتنة، ولا فتنة في سوريا سوى هذا النظام الفاسد. تكلمتم يجب أن ننتظر الإصلاح، وهذا عقد من زمن مضى على استلام هذا الولد، ولم يقم بإصلاح واحد، بل زادها ظلما وفسادا. ولكن نسيتم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: أكبر جهاد في سبيل الله قول كلمة حق عند سلطان جائر. هل نسيتم الجهاد أم تناسيتم خوفا من جور السلطان وبطشه؟ ونسيتم سلطان السلاطين ربنا سبحانه وتعالى. هل نسيتم أن مساءلتكم عند الله وعقوبتكم أشد وأقوى من أي شخص كان؟ هل تدرون لماذا أم أنا أذكركم؟ إن حسابكم أنتم أيها العلماء عسير، لأنكم تمثلون الشريعة الإسلامية وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها العلماء، أنتم ملح الأمة، وإذا فسد الملح فسد الطعام، فأنتم إذا فسدتم فسدت الأمة جمعاء. فلا تكونوا حطبا لجهنم تستعار بها النار المستعرة يوم القيامة. أناديكم وقلبي مليء بالحزن عليكم، لأن هذا النداء جاء مني، وكم كنت أتمنى أن يكون منكم وأنتم مجتمعون تنادون هذه السلطة الفاسدة بترك هذه البلاد والرحيل منها. أيها العلماء، كفانا دماء، شباب تقتل وأنتم نائمون، شباب تعتقل وأنتم تضحكون، شيوخ ومسنين تضرب علنا وأنتم تغمضون عينكم. إلى متى هذا الصمت المخيف؟ ألا فيكم من يغير غيرة في الله؟ نظر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إلى الكعبة فقال لها: ما أعظم حرمتك عند الله، ألا إن حرمة ابن آدم مسلم أعظم من حرمتك. ألا تنتفض لوجه الله؟ في وجه هذا العدو الغاشم الساقط شرعيته في الشارع السوري، ألا تنتفض لما يجري من شق القرآن وهدم مساجد وانتهاك أعراض؟ أم أنكم تنظرون لما يجري وكأنه يجري خارج سوريا؟ لا تحاربوا
ولا تنادوا الجهاد في سبيل الله، ولكن قولوا فقط كلمة حق ولله وحده. عذرا منكم، ولكن هذا الذي يجري، ومن لا يصدق منكم شكلوا لجنة هيئة العلماء الشرفاء، وزوروا كل المحافظات السورية يوم الجمعة، انزلوا إلى الشوارع وليس الذهاب إلى المؤتمرات، لكي تكون الحقيقة واضحة أكثر. وأحب أن أقول كلمة واحدة وصريحة، أننا نحن شباب ثورة الربيع لن نسمح لأي شخص كان أن يهين سوريا أبدا، وأن الثورة مستمرة حتى تحرير سوريا. كل ما قلته لوجه الله ولله وغيرة في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.